السلام عليكم، اهلا بكم في وصفه جديده من وصفات مطبخنا الصيره. اليوم راح نشوفوا طريقه تحضير الخبز المحشي. هذا الخبز يجي معمر من الداخل، وتقدروا ديروه في الفطور او في العشاء، او يعني مام يعني يكونوا دي ساندويتش هكا تاكلوه يعني ما بين الوجبات، او حتى يعني في رحلاتكم تقدروا تدوهم يعني معاكم. لتحضير الخبز محشي نحتاج الى اذا اول شيء مقادير العجينه. هنا الفرينة عندي 250 غرام فرينة، سميد رقيق هنا عندي 125 غرام سميد رقيق، مغرف كبيرة خميرة الخبز، شوية ملح يعني نص مغرف صغيرة، وهنا زوج مغارف كبار تاع لحدة أو حليب بودرة، هادو للخبز. وطبعا الماء على حسب ما تعجنتنا العجينة، الماء دافئ. ومن بعد نحتاجو باش نديروهم الفوق، هنا عندي شوية سانوج، وهنا شوية تاع حبة سودة وحبة طيبة. ومقادير الحشو نحتاج الى هنا عندي كفتة او لحمة فروم 200 غرام فيون داشي، مقدار نص حبة تفلفلة حمراء قطعوها قطع صغيرة، هنا كذلك مقدار نص حبة تفلفلة خضراء قطع صغيرة، معدنوس نديرو يعني كمية شوية معتبرة، هنا عندي حبة بصل متوسطة الحجم مرابيا غابي، وهنا عندي ست حبات بيض. غادي ندير وحدة للعجينة من فوق، والاخرين غادي نقلوهم، هذا الشيء يعني اختياري. والتوابل نحتاج الى فلفلة حمراء، كركم، الحرور او الفلفل الاسود، الملح، سكنجبير، وهنا عندي زوج حبات ثوم قطعتهم طراف صغار كما راكم تشوفوا. والحشو يعني يبقى اختياري، الشيء اللي تبغوه يعني ديروه في الحشو. انا هذا هو الشيء اللي انا باغية نديره اليوم. الان مروا الى طريقة نديرو الخبز تاعنا. نخلطوا يعني كل هذا المقادير مع بعضها البعض، هكذا، ونلموها بالماء. انا راح ندير العجينه تاعي ومن بعد نوريها لكم واجده. اذا بعد ما نكملوا عجن الخبز تاعنا هكذا، نقسموا العجينه على اثنين، هكذا فوالا، ونخلوها ترتاح شويه، ونروحو حنايا نديرو الحشو تاعنا. نفرغو البصل تاعنا اول شيء، هكذا ونزيدو الفلفلة الخضراء، الفلفلة الحمراء، هنا الفلفلة الحمراء كنت مجمدتها على هذا يعني راهي مدبالة هكذا كما راكم تشوفوا، المعدنوس، ونخلطوا هذه المقادير مع بعض. نزيدوا الكفتة او اللحم المفروم، ندير الثوم تاعي، ونزيد دروك اخر شيء التوابل. اذا درت هنا سكنجبير، راح نزيدو الملح والحرور،
والفلفلة الحمراء مع الكركم. نخلطوا كل هذه المقادير مع بعض هكذا. الان راح نخلوهم يتقلاو مليح، من بعد كي تنشفوا نطفوا عليهم. اذا بعد ما كملنا الحشو وخمرت لنا العجينه تاعنا، نوخروا هذه منا على جنب ونخدموا، وهذه نديروا الفرينه في السطح تاعنا ومن فوق ونحلوها بالحلال. هكذا هذه الاولى نخدموها غير شويه هكا، ونجيبوا الصينيه تاعنا. انا راني كما كنت تشوفوا راني زيتها هناك بالزيت كل الجوانب، ونحطوا فيها العجينه الاولى هكذا، ونمشوها بيدينا. نكسلوها مليح حتى نوصلوها للطروفة تاع الصينية او الحواشي الصينية هكذا. فوالا، الان نحكموا فرشيطة كما هاك ونتقبوها شويه باش ما تنتفخناش هكذا هكذا، ونفرغوا الحشو تاعنا. هي من الافضل الحشو تخلوه يبرد شويه من بعد تفرغوه هكذا. فرشوها مليح فوق العجينة، ما نوصلوهاش حتى الحواشي، نخلو شوية مسافة خاوية هنايا هكذا. كم تشوفوا أنا قليت البيض، كنت وريت لكم باللي في مقادير كاين 6 بيض، هنا راني قليت 5 منهم والسادسة راني خليتها باش نديرها من فوق. اذا نفرغوا هذا البيض فوق الحشو، وهذا كذلك يبقى اختياري، تقدروا تستغنوا عليه تبغوا ديروا تبغوا لا. وقادرين هنا تاني من فوق البيض ديروا الفخوماج او الجبن، اي جبن يعني يكون متوفر عندكم هكذا. نستفوا البيض مليح فوق الحشو كما راكم تشوفوا. الان نوخروا الصينيه على جنب ونخدموا العجينه الزاوجه اللي نغلفوا بها، نحلوها هي تاني بالحلال ونرفدوها هكذا، ونحطوها فوق هكذا فوق الحشو كله. وهنا في الحواشي لصقوها مع العجينة التحتانية، هنا من تحت نضغطو غير بصبعنا باش نلصقو العجينتين مع بعض هكذا هكذا. بعد ما نلصقوا العجينتين في زوج مع بعض، ناخذوا البيض تاعنا ونفرغوه من الفوق
هكا بالبانسو دو بريفيرونس، يعني من الافضل نستعملوا البانسو هنا باش يعاوننا، ونكونوا في نفس الوقت شعلنا على الفرن درجه حراره 180 درجه، نسخنوه مليح قبل ما ندخلوا العجينه تاعنا او الخبز تاعنا هكذا. ومن فوق راح ندير السانوج، نزينوها بالفوق هكا كاع بالسانوج، يعطيها نكهة ورائحة يعني شابة بزاف، راكم تعرفوها كامل هكذا. ونزيد من الفوق حبة طيبة أو الحبة السوداء هكذا هكذا. وآخر شيء ناخذوا فرشاة تاعنا من جديد ونتقبوها هكا من الفوق باش ما تطلع الناش كي تنتفخ كي تولي طيب. فوالا الان الخبز تاعنا راه جاهز باش ندخلوه للفرن. كما قلت لكم تكونوا سخنتوه مقبل على 180 درجه وتخلوها حتى تطيب مليح من الفوق ومن التحت، كي تشوفوا احمرت وعطات اللون يعني الدوغي نخرجوها. اذا هذا هو الخبز محشي تاعنا، راه وجد شكله يجي شباب ومام يعني البنات تاعها تجي روعه. الان راح نقطع لكم طرف باش تشوفوها كي جات من الداخل. فوالا هذا هو الخبز تاعنا، راهو جد كما راكم تشوفوا بهذا الحشو يعني يجي بنين بزاف. ان شاء الله تجربوها نتوما ثاني وتعجبكم. هذه هي نقربها لكم هكا باش تشوفوها مليح هكذا، تجي خفيفه وبنينه. هذه هي ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم، تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ان شاء الله. كالعاده نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه باش تكونوا من متتبعين القناه ويوصلكم كل جديد. الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.